قضايا مواطن، برنامجكم الجديد الأسبوعي يأتيكم كل اثنين انطلاقا من الساعة 7 مساء على قناتكم ماسانك تيفي. للمشاركة والإجابة على أسئلتكم يرجى بعثها عبر واتساب البرنامج على الرقم التالي 06-32-16-61-61. قضايا مواطن، صوتكم نقرأه لنسمعه. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا مواطن. أول شيء بعدان باسمي وباسم الإدارة وباسم قناة ماسانك تيفي بكل عاملها من مكوناتها كترحم على ضحايا زلزال الحوز اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى أنهم يدخلوا من الجنة ويعيل عائلتهم والناس ديالهم والوضع كله، لأن احنا كنعزيو راسنا بيدينا. هذا وضع صعيب شوية. وفي نفس الوقت نبغي نعزي الإخوان ديالنا في ليبيا من ضحايا الإعصار اللي كاين في ليبيا. هذا قدر الله، ما إنسان ما عنده ما عندنا ما نتفلسفوا في هذه الأمور هذه. ولكن فيما يخص السؤال ديالك اللي طرحوا الإخوان فيما يخص رئيس الحكومة، احنا في الوضع دابا ما كيسمحش لينا أننا ندخلوا في هذا البوليميك ديال رئيس الحكومة ولا المسؤولين ولا البرلمانيين ولا أي. ما عندناش الوقت دابا لهذا الشيء. الوقت ديالنا الحمد لله هاد البلاد مرارا وتكرارا كنقولوا بأن هاد البلاد نعمها الله سبحانه وتعالى بواحد المؤسسة اللي هي مؤسسة ملكية اللي هي كتنوب وهي الأب الروحي أو الأب القدسي اللي بغينا كاع اللي بغينا نحطوه في هذا الوضع هذا، سيرتو في هذه المواقف هذه في هذه الأمور اللي كيبين الشعب والملك. هنا كاين شعب ملك، ما كاين لا حكومة ولا، لأن هنا كيتبين بأن ما بقيناش نعرف، ما كاينش حتى في أرض الواقع ما كاينش مثلا ما فرق ما بين السلطة مثلا المحلية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ما بقاش دابا نقاش في هذا الباب، هذا النقاش غيجي وقته وغادي يجي، باقي 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 الحساب جاي. ولكن اللي دار شي حاجة لهذ البلاد وعطى لبلادو وقام أموره راه غادي يتزازا، واللي مشى العكس راه غيتزازا. غير دابا الوقت ماشي ديال هاد الحسابات. حاجة البناء هو كله بناء عشوائي، لأن من الأصل ديالو تبنى بالطين، ولا حيت حنا باش نصوبوا بالطريقة الحداثية ديال هاد الأمور اللي كيدهو عليها الناس، وسرتو في القرى النائية. حنا كنقولوا قرى نائية، قرى نائية يعني قرى جات شوية بعيدة على الحضارة، بعيدة على المدينة، بعيدة. إذا باش نعطيو حنا هاد الوضع هذا ونقولوا دي هاد الناس راه كانوا كيبنيو بالطين وما عطيناهمش ما تعطاتهمش الرخصة باش يبنيو مثلا، لان اصلا بلون داميناجمون ما كاينش اصلا، لا 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 التصميمات الاوليه ما كاينش من الطرقات من هذا. كيفاش غادي يرخصلو ولا ما يرخصلوش؟ هذا كانت مساله ترقيعيه اللي كانوا. وما ننساوش بان حتى المواطنين اللي كيعيشوا في هذوك المناطق ما لا كانوا كيبانيو فاشل، لانه هو كيهمو وانه غير يغطي من الشتاء ويغطي من البرد، ما كانش كيهمو يفكر كاين زنزال ولا غيفكر كاين شي حاجه اخرى. اما باش نقولوا بان السلطات كان عارفه بان مثلا الزنزال غادي يجي وهاد الناس غادي يموتوا وداروا لهم هادشي بالعاني، هذا كلام ما عنده لا اساس له من الصحه. ولا حق راه كان كيديروا هاد الامور هذه البنايه بالطين وبداك الشيء باش الناس يقولوا مباني قديمه السياح كتجي. على دابا هاد الامر هذا في حد ذاته بعدا اول حاجه كنقول يقولوا داك السائح اللي كيجي للمغرب بليد، على هذا الحساب راه بليد هذا السيد هذا اللي حنا كنديروا له داك الشيء غير مخربق باش يجي يشوف البنايه. لا لا لا، اللي عنده تاريخ راه عنده تاريخ،
واللي عنده جدر عنده جدر. أما دي أمور قدر الله وقدر، إيه غادي نجيو باقي جايين إن شاء الله وغيتقاد كل شيء، لأن هذه غير واحد لفتة من الله سبحانه وتعالى، ماشي من العبد، هذه لفتة من الله سبحانه وتعالى باش نوضو ونديروا اليد في اليد ونقوموا ببلادنا بس، وتبين المعدن ديال المغرب، المغاربة تبين المعدن ديالهم. وأنا كنقول ديما أنا ودي الشعب المغربي ما عنده حتى علاقة مع الشعوب الأخرى، الشعب المغربي شعب وحده، راه الشعب الوحيد اللي تلقاه كيصلي وتلقاه في نفس الوقت كيكذب، وتلقاه كيسكر وفي نفس الوقت تلقاه يقول استغفر الله والحمد لله. يعني ولكن في هذه المواقع هذا أو في الضوابط هذا كتلقى كل متلاحمين ما بين المغاربه اللي داخل والمغاربه الخارج. ملي كتوصل هذه الامور هذه كنحيدوا جميع الحزازات، ما كيبقاوش المشاكل عندنا الثانويه، كيكون عندنا المشكل الاساسي هو هذا وكلنا غادي نقوموا به. وفرق كبير ما بين الحملة الانتخابية والوضع اللي كاين دابا، فرق كبير. الحملة الانتخابية راه غير واحد كيدوي ولايح الوريقات وصافي، اما دابا راه كاين دمار، دابا راه كاين ديور رابط، راه كاين موتى، كاين ضحايا، كاين جرحى، كاين طريق ماكينه، كاين بزاف ديال الامور اللي جات في هذا الوضع هذا. ما يمكنش انا نقارنوا بان واحد السيد كان كيدير الحمله في الانتخابات راه حقا طلع للجبل، وتا دابا راه كيطلعوا للجبل، تا دابا راه مساكن بداك الطرق البدائيه راه كيطلعوا، راه كيطلعوا بطرق بدائيه، راه كاين اللي على رجليه وكاين بالدواب وكل واحد كيفاش كيطلع. ولكن ماشي هذا هو، ماشي احنا ماشي وقت دابا المحاسبه السياسيه. هذا السيد اللي طلع يصوتوا عليه ولا صوتوا عليه ولا ما صوتوش عليه ماشي وقته. الوقت دابا هو اننا نديروا اليد في اليد ونقوموا بهاد الناس ونحيدهم والحساب يجي من بعد. لا 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 لا، شوف الحمد لله الاجتماع الاخر اللي داروا صاحب الجلاله ودار مع المكونات المسؤولين ديال في هذا الوضع هذا، وما تنساش راه عندنا تجربه كبيره في هذا الباب، راه عندنا تجربه ديال الزلزال ديال اكادير والزلزال ديال الحسيمه، وفوق هذا الشيء عندنا مثلا التجربه اللي مرت علينا ديال كورونا. انا كنعرف وعندي ثقه كبيره في هاد المسؤولين، كيعرفوا اش كيديروا وغيعرفوا اش كيديروا وغادي يقادوا امورهم. وأسرته بأن هذه الأمور ملي كت الملف هذا راه موضوع في يد صاحب الجلالة، يعني ما ماشي وضع ديال إجلاء ولا غنشدوا الناس ونلوحوهم وغادي نبنيو ونريبوا داك الشيء ونضبطوا، لا 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 لا، اللي جاي غيكون أفضل. لا داك ماشي انساني بعدا اصلا، ما عنده حتى علاقه، ما عنده حتى علاقه لا بمواطنه ولا حتى انسانيه، هذاك ما عندوش علاقه. شي انسان كيشوف بان خوه مات وعائله دي عائلات سميتو وانت باغي تربح، اش غتربح؟ ربح اجرك مع الله سبحانه وتعالى، بيع الثمن باش شريتي، ماشي الثمن اللي موالف كتبيع به، لا قل من موالف كتبيع به، هذا لا كنتي بنادم على كنتي شي حاجه اخرى ما عرفت. لان انسان انا باش نستغل الظرف، انا البارح كنت في اللجنه كندور كنلقى راسي في مجموعه ديال الناس ديال التجار، حشومه عيب. واش هي الحاجه كدير 100 درهم انت كتحسبها لعباد الله ب 300 درهم؟ واش حيت هو قوه القانون ما عنديش كندير له، لان القانون راه عاطيه الحق لان هذاك غير مسعر، ولكن قوه الله قوه الانسانيه، واش انت بنادم ولا شنو؟ انت بنادم هذا كتبي كتزيد على تزيد لواحد السيد باغي يدير اجر وانت كتحبسو على الاجر،
انت كيفاش غدير معاك قدام الله سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك المغاربه بينوا المعدن ديالهم. حنا كنقول لهم الله يجزيهم بخير، المغاربه كلهم الله يجزيهم بخير، المغاربه كلهم وقفوا. ايه كاين شي حتلات، كاين شي بعض ضروري خصهم يكونوا شي وحدين صغار، ولكن داكشي قليل ما كاينش، ما داكشي ما باين شي بزاف، فهمتي؟ ولكن هذوك اللي ما باينينش كنقول لهم الله يرضى بكم. هذا الوضع ديالها ماشي ديالها، ماشي ديال البيع والشراء، وماشي ديال الرباح، وماشي ديالها، هذا دوق ديال نوضوا بلادنا، لان غدا غدا راه حنا اللي غادي نلوم. انت تبيع عليه ب 300 درهم، 300 درهم ولا 400 درهم ولا 500 درهم ولا مليار، هي اللي غادي دير لك لاباس، هي اللي غادي تكونك انت، هي اللي غادي تلاقيك غدا قدام الله سبحانه وتعالى. عيب عليكم. انا كندوي مع هاد الحتلات، مع هاد المجتمع، هاد الناس قلال، كنقول لهم عيب عليكم. وما تنساوش راه الحساب جاي، إلا ما كان الحساب ديال الدنيا راه غادي يكون الحساب ديال الآخرة إن شاء الله. هو نفس الكلام اللي كنقولوا لهاد الناس اللي كيزيدوا في سميتو، اللي كيزيدوا في المنتوجات ديالهم. راه هاد الناس ديال المازوط راه عيب، والله العظيم لا عيب. اللي كنشوفوا حنا بدا هو هذا دابا المشكل الكبير، هو الناس مسؤولين، مسؤولين في البلاد، عارفين زعما راه مالين هاد الشركات هادو. راه انت دابا حنا في الوضع، انت المازوط والطوروت، واش حشومه؟ ماشي حشومه عليكم. مواطن بسيط جدا، بسيط، ما عندوش دخل يومه، كيجيب لك خمسه ديال الدقيق، قسمه هو ولادو، قسم نص خلاه لولادو نص عطاه لك. هذا بسيط جد، ما عندوش عشا ليله. وانت اللي عندك الرباح ديال 720 عام، وانت كتاكل فينا، ما تجيش واحد الشهر دير وتقوم بهذا الواجب. هذا راه غير واجب، هذا واجب اللي غتاخذ فيه اجر، دير الزكاه سيدي، دير زكي حتى هاد الامور، ما تجيش دخلها بالزكاه، دخلها بشي اطار من الاطارات. وهاد الناس اللي هاد الناس هادو راه ناس مسؤولين، راه كي غنديروا لهم دابا بالنسبه لنا هاد الناس دابا ديال المحروقات، ولا هاد الناس ديال الطرق، راه مسؤولين في البلاد هادو. هادو راه هما اللي خصهم يقولوا لنا حنا هادشي، ماشي حنا اللي خصنا نقولوا لهم. هذا راه هما خصهم يكونوا امثله ديالنا حنا. غادي نشوفوا ثانيا ونقولوا لا اله الا الله، الله يرد بهم، الله يرد بهم. ولكن ما ينساوش واحد العمليه، الحساب راه جاي، هادشي راه غيدوز، ولكن الحساب راه جاي. هل شفنا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي ان جلاله الملك تبرع بالدم لواحد الماده حيويه اللي ناقصه دابا، وعندنا فريق ديال الكره، عندنا ناس من المجتمع المدني، وكاين غياب السياسيين، علاه شفنا هو؟ شوف انا كي قلت لك دابا ما عندناش الوقت ديال الحساب، لا ديال السياسيين ولا البرلمانيين ولا هذا. شوف المكونات ديال المجتمع، الشعب والملك صافي. راه باش تعرفوا واحد القضيه، راه في الظرف نهار واحد دار بيضاء بوحده، جهه دار بيضاء بوحده عطات 4000 متطوع في نهار واحد، صافي بركه. هذا جواب عليهم كاملين، هذا جواب عليهم كاملين. وعاد ناهيك على ملك ديال البلاد كيهز راسو، ماشي غير الملك، الملك ولادو، الصوره بان لينا الملك، راه حتى ولادو عطاو الدم. اذا فين هما هاد الناس؟ كيفاش كيفكروا؟ كيفاش كيفهموا؟ الا كانوا كيديروا شي حاجه من غير نور الكاميرا ولا ما سقناش لها الخبر، نقولوا الله يجزيكم بخير. بالحق الا ما كانوش كيرجعوا اللور وكيديروا هاد الامور، قول لهم دير الحساب جاي، الحساب راه جاي. لا بعدا القضيه ديال المساعدات بنتي، الله يرضي عليك، بدا اول حاجه المساعدات بما يخص المسائل اللي هي ديال التغطيه والمواد الغذائيه وهادشي. المغاربه كفاو وفاتوا فاتوا 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 ليه، يعني داروا كثار من داكشي اللي كان متوقع. واحد، انا النداء ديالي في هذا الباب هذا ماشي قضيه هادشي ديال، النداء ديالي هو ان المغاربه كلهم ينضوا تحت الصندوق اللي اسو الملك. هاد الصندوق، لان دابا ما بقاش عندنا، ما عندناش حنا دابا الاشكال باش الناس شنو غياكلوا هاد الناس
ولا فين غادي نعسو. الاشكال هو اننا من دابا 10 سنين هاد الناس كيف خصهم يكونوا؟ هاد الناس خصهم طرقان، خصهم منازل، خصهم يعيشوا عيشه كريمه، خص الوضع ما يبقيش يتراجع عاوتاني ويجي لينا عاوتاني بشي زنزال اخر بهذا النوع هذا. يعني هاد الناس هادو كنطلب من المغاربه كاملين يحيدوا عليهم هادشي مزيان، هادشي اللي داروه كلهم خير وعاجب، ولكن يردوه شويه اللور ويمشيو للصندوق. اي انسان بصندوق باش لا عطاه سيدي ربي سبحانه وتعالى، لان الصندوق وحده تقاد ويتزاد كون على يقين بان هذاك المنطقه كامله غادي تزاد وغتزيان وغتولي منطقه عندها الطرقات ديالها وعندها تولي قرى قرى نموذجيه ويكون هذه الامور كلها. اذا خصنا نمشيو نبازيو هذا الباب. اما الاكل والشرب الحمد لله المغاربه راه كرم معروف عليهم من زمان، والطابع ديال 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 المغربي راه معروف بلا زلزال بلا والو، جي عنده الضروره يقضي معك الغرض داكشي اللي عطاه سيدي ربي. اذا دابا حنا باش نعملوا اليد في اليد ونخليو المتاهات ونخليو هاد الشعارات ونخليو هاد سميتو، هو اننا نمشيو كاملين تحت اللواء ديال صاحب الجلاله فيما يخص هذا الصندوق هذا، ونمشيو نديرو بيدينا هذا نداء خاص الاخوه اللي كيشوفونا. كنطلب منهم يمشيو للصندوق يساهموا باش ما عطى سيدي ربي، باش ما كان داكشي اللي قدرت عليه ساهم به، وكون على يقين بان المساهمه ديالك بانك راك كتنقد بها عدد كبير ديال العائلات، وماشي غير عائلات، كتنقد بها بلادك وكتعطي صوره نموذجيه للعالم، للعالم ماشي غير كتعطي صوره نموذجيه بان المغربي لا يقهر، المغرب لا يقهر والمغربي لا يقهر. عندنا مشاكل بعضياتنا، عندنا الروينه بعضياتنا، عندنا كلشي الصابون بعضياتنا، عندنا النفاق بعض كلشي كلشي، ولكن ملي كنوصلوا لهذ المصائب هذه المغاربي كيكون مغربي واحد، المغرب كله 40 مليون فيها مغربي واحد، بحال اللي واحد كيهضر. من هذا الباب الله يجزيكم بخير كنعاود النداء ديالي لهاد الاخوان هادو، الصندوق اللي تاسس اللي هو 126 يساهموا فيه اكثر باكثر، وسيرتو المؤسسات، المؤسسات الماليه، المؤسسات الشركات، هذوك الناس اللي كندوي عليهم هذو ديال المحروقات، ولا الناس ديال لوطوروت، ولا الناس ديال الامن، ولا الناس ديال السلطه التشريعيه التنفيذيه، كلهم يساهموا في هذا الصندوق هذا، لان هنا بغينا نبينوا العالم شكون هو المغرب، وشكون هو اللي كيسير المغرب، وشكون هو الملك ديال المغرب، باش يعرفوا شناهي العلاقه ما بين الشعب والملك ديالهم. انا باقي كنتسنى الاسئله ديالكم فيما يخص هذا البرنامج، وانتظروني في حلقه قادمه من برنامج قضايا مواطن. قضايا مواطن برنامجكم الجديد الأسبوعي يأتيكم كل اثنين انطلاقا من الساعة 7 مساء على قناتكم ماسانك تيفي. للمشاركة والإجابة على أسئلتكم يرجى بعثها عبر واتساب البرنامج على الرقم التالي 06-32-16-61-61. قضايا مواطن، صوتكم نقرأه لنسمعه.